أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد. قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إن أولوية سوريا الاقتصادية من الانفتاح العربي هي التخفيف من معاناة المواطنين، مؤكداً أن أبرز السبل إلى ذلك تتمثل بخلق المناخ المناسب لتنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات، لا سيما المشاريع التي تصب في عملية إعادة الإعمار. وأضاف أن التعافي سيتسع تدريجياً مع دخول المستثمرين ونمو التجارة الخارجية، موضحاً أن كل ذلك سيكون مدعوماً بنشاط القطاع الخاص لتلافي العوائق التي تعيق حركة أي نشاط تجاري أو استثماري مع سوريا. أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان عموماً خلال تشرين الأول الماضي 0.9% على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 5 تريليونات دولار، وكانت قيمة القروض قد زادت خلال أيلول الماضي 0.6% وفقاً للبيانات المعدلة. قررت المفوضية الأوروبية تمديد إعفاء مؤقت لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسمح للبنوك ومديري الأموال في دول التكتل تسوية التداولات في المملكة المتحدة. وقالت المفوضية إن هذا القرار يستهدف معالجة المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار المالي على المدى القصير والمرتبطة بانقطاع مفاجئ في الوصول إلى خدمات المقاصة. ارتفعت ديون الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 15 تريليون دولار خلال الربع الثالث من هذا العام. وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الديون ارتفعت بنسبة 1.9%، وقال مسؤول الأبحاث في نيويورك فيد أنه بعد تلاشي خطط التحفيز عاد المستهلكون إلى طرقهم القديمة في الإنفاق باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار.